لو الحكاية فيها إن فيتو. باسم مجلس تحرير فيتو بنرحب بكم الدكتور صلاح حسب الله قيادة حزب المؤتمر والدكتور المهندس معتز محمود. خلال الفترة اللي فاتت كان حزب المؤتمر لغز بقية الأحزاب والتحالفات الانتخابية، يعني كنت جزء أساسي من تحالف الجبهة المصرية. فجأة خرجت من تحالف الجبهة المصرية وسمعنا إن أنتوا هتنضموا للوفد. إذا كده ما انضمتوش للوفد، طيب هننضم لقائمة الجنزوري، هنعمل قائمة واحدة. إيه الموضوع؟ حزب المؤتمر مع مين ولا ضد مين؟ هتعملوا قائمة ولا هتنضموا؟ ولا أنتوا أساسا مش مراهنين على القائمة وبصين كله ومركزين كل شغلكم على الفرد؟ لا، خليني اقول لك، ابدا من اللي انت انتهيت بيه، ان في فهم خاطئ. يمكن احد اهم مشاكل المشهد الانتخابي دلوقتي هم 120 مقعد بتوع القايمه. 120 مقعد بتوع القايمه تقريبا، يعني معظم الاحزاب والكيانات السياسيه بيتعاملوا معاهم على انهم اتوبيس مكيف هيوصل بعض النخب لمجلس النواب. وللاسف انصراف معظم الاحزاب دي والتحالفات دي في خناقه القوائم يؤكد تماما ان الادراك السياسي بتاع الاحزاب دي مش واصل لدرجه الاحساس بالظرف السياسي والظرف الوطني. ان انت بتتكلم حتى والظرف الحزبي بتاعه، يعني لو بتتكلم عن حزب عنده هدف وعنده عايز يروح ان هو يحكم او يشارك في الحكم عايز كده، في عينه على 420 مقعد بتوع الفرد. افترض يبقى عينه على 420 مقعد بتوع الفرد اللي هم بيمثلوا اغلبيه البرلمان، 80% من المقاعد يعني. انما الفردي ليه مقاومات، يعني خد الانتخابات بفردي ليه مقاومات، لازم يبقى واحد موجود في الشارع ليه نوع ليك قدر من الشعبيه المعقول اللي بيأهله ان هو يكمل على هذه الشعبيه وياخد الانتخابات ويبقى عنده فرص حقيقيه في الوزاره. انا اقول لك ان احد اهم امراض النخب السياسيه المصريه ان هي نخب او مش نخب، هي كائنات فضائيه، يعني متواجده بشكل كبير جدا في الفضائيات، متواجده بشكل كبير جدا في مكاتبها في الاحزاب، انما متواجده بشكل قليل جدا في الشارع. لذلك لما تيجي تقول معظم القيادات اللي انت بتشوفها في التلفزيونات دي لو رشحت نفسها في اتحاد ملاك العماره اللي هو ساكن فيها ممكن يزعل. ففكره هنا ان يبقى عندك القياده السياسيه نوت رمزيتها مش في وجودها في التلفزيون، رمزيتها وقواعدها وشعبيتها في وجودها في الشارع. احنا عندنا في حزب المؤتمر المساله مختلفه الى حد ما، بنحاول نخليها مختلفه. احنا مركزين في موقف معركه الفردي. انا شخصيا على المستوى السياسي معجب باللي ادرك نفس المفهوم دوت وشغال على نفس المفهوم دوت حزب المصريين الاحرار. وحزب المصريين الاحرار شغال مركز في مقاعد الفردي، ما اهتمش قوي بمعركه القوايم. وأعلم من أول يوم من القائمة هو بيؤيد وبيشارك في قائمة الجنزوري، أرسل عدد قليل جدا من الأسماء، وكان مركز في معركة الفردي. إحنا كان يكون أداءنا أداء مشابه، إن إحنا مركزين على فكرة عندنا 200 مرشح تقريبا فردي لهم حظوظ من النجاح ولهم حظوظ من المنافسة. مسألة بقى خروجنا ودخولنا، إحنا كنا جزء أصيل من في الجبهة المصرية وعنصر فاعل في الجبهة المصرية، ما زلنا على فكرة على تواصل مستمر مع زملائنا في الجبهة المصرية وهم ناس أفاضل ولهم قدر سياسي بنحترمه وبنقدره. إنما حصل نوع من أنواع الاختلاف في طريقة تناول الموضوعات، طريقة تناول التحالفات، طريقة تناول القوائم. كان أحد أهم هذه الاختلافات قائمة الدكتور الجنزوري. وقائمة الدكتور الجنزوري إحنا من اليوم الأول حزب مؤتمر بنقول لا، انه عايز الرجل يكون بجهد وطني يحترم، جهد مجرد، الراجل نفسه مش هيترشح، الراجل نفسه ما مش عينه على مقعد رئيس مجلس النواب زي ما حاول يروج البعض. فكنا بندعم الدكتور الجنزوري في الاتجاه اللي هو بيقوم بيه، انما كان عندنا بس تحفظ على حاجه واحده بس، احنا مؤمنين بان اللي بيقوم بيه الدكتور الجنزوري هو محاوله اقامه شراكه وطنيه ما بين عدد من الاطراف وعدد من الاحزاب تكوين قائمة وطنية. احنا شايفين ان الشراكة الوطنية ديت ليها قواعد وليها معايير بتحكمها. القواعد والمعايير اللي بتحكمها بتقول ان احنا مفترض نبقى عارفين مين الاخر، مين الشريك معانا، مين الاسماء، مين اللي موجودين في القائمة، مين اللي مش موجودين في القائمة، لان قد اكون مشارك في قائمة وفيها مثلا تيار سياسي او حزب سياسي انا ليه تحفظ على الاداء وليه ما عنديش استعداد ان انا اشارك معاه.
وما عنديش سبب ان انا شارك مع بعض الاسماء ديت في قائمه واحده. فكنا نرى بعض الغموض يحيط بالاسماء الموجوده والكيانات الموجوده في قائمه الدكتور جنزولي. طب دكتور صلاح نقف بس هنا، يعني حضرتك هنا بتاكد ان السبب الرئيسي لافراقكم من قائمه او من تحالف الجبهه المصريه انتم مش عارفين مين حلفائكم في قائمه الدكتور جنزولي؟ تمام، ده يعني يكون معيار او قاعده من القواعد ديت احنا شايفين ان هي يجب ان تحكم اي شراكه ما بيننا وما بينه يعني. تمام، هل ده الهدف او السبب الرئيسي ولا في اسباب اخرى زي عدم مقاعد المؤتمر بالتحديد في القائمه؟ في القائمتين يعني، في قائمه الجبهه المصريه وفي قائمه الدكتور. او ان انتوا رفضتوا ان يبقى في قائمه احتياطيه والسير على خطين وده هيؤدي للتشتت، لان الجبهه المصريه قالت ان احنا هنشكل قائمه احتياطيه فهنخرجنا من قائمه الجبهه. ده احد الاسباب يعني، من زي ما بقول لك دوت لا يتناقض مع فكره ان احنا زي ما بقول لك احنا مدعمين لقائمه الجنزوري، انما عايزين الاجابه على بعض الاستفسارات اللي هي مين معانا، مين اسماء، مين كيانات، مين طيارات، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا انت لما سالت دكتور الجنزوري في الاجتماعات العديده اللي انت عقدتها لم يستقر، بيقول لك انا بتلقى اسماء بتلقى اسماء ولم نستقر وبتاع، والاسماء تعلن بعد فتح باب الترشيح مش قبل فتح باب الترشيح. فكان من هنا بعض الزملاء احنا في الاخر قلنا خلاص خلينا ندعم الاتجاه ده وندعم الجهد ده. بس في اسماء تم تسريبها وانتم سالتوه بالتحديد عليها زي اسم عبد الهادي القصبي. لا اسماء الدكتور امال عثمان محبوب، الدكتور عثمان محبوب هو اجاب. هو انا اقول لك انا هو في اسماء وكان في لقاء مع الدكتور الجنزوري والراجل قال ان بعض هذه الاسماء مش موجود والبعض الاخر لسه لم يتم الاستقرار عليه. انما انت بتتكلم انت زي ما انت قلت في اسمين ثلاثه، القايمه مش اسمين ثلاثه، القايمه 240 اسم، الاربع قوائم 240 اسم، 120 اساسي و120 240 اسم. فانت كنت محتاج اجابات، ما انت ممكن تبص تلاقي انت في مكان لا تسع بالتواجد فيه او المشاركه فيه في اطار وجود اثنين او ثلاثه بس مش من 120. فهي الفكره ومع ذلك على فكره احنا كنا مدعمين، بس قلنا الاتي بقى لما قعدنا مع الجبهه، وده كان سبب برضو من الاسباب اللي هو حصل فيها نوع من انواع التناقض مع الجبهه، لما قعدنا مع الجبهه قلنا خلاص ناخد قرار، لو هنشارك في قائمه الدكتور الجنزوري نشارك على الاطلاق، ولو فيها واحد بس مش مشكله من الجبهه ككل. انما ما ينفعش نبقى احنا بنعمل ايه؟ بنقول هنشارك مع قائمه الدكتور الجنزوري باربعه بخمسه بعشره بعشرين، وفي نفس الوقت بنقول هنعمل قوائم بديله فيها 120، ونقعد نغازل مشاعر قواعدنا ونقول لهم ان احنا بنعمل القوائم دي. احنا شفناها كمؤتمر ان هي كانت هتضر بقواعدنا كتيره جدا، لما الناس نقول لهم احنا بنعمل قوائم احتياطيه وينتهي المطاف ان احنا عندنا اربعه او خمس اسماء من الجبهه من القيادات هي اللي موجوده في قائمه الجنزوري، هيبقى الناس بتقول لك اه ده دول مش بيفاوضوا لينا، دول بيفاوضوا بينا. ودي كانت هتخلي في مرحله عدم او في حاله من حالات عدم الثقه ما بيننا وما بين الناس بتوعنا في المحافظات. كانت هتبني المشاكل في الاحزاب. في الاحزاب. سبب عدم الانضمام لتحالف الوفد المصري حتى الان بالرغم من المفاوضات بدات من قبل خروجكم من الجبهه المصريه. بالنسبه للحزب الوفد احنا ما حدش قال ان في اعتراض على التحالف مع حزب الوفد بقدر ان في تحفظات لازم تتحل قبل التحالف. واحنا قررنا في حزب المؤتمر هو قرار مؤسسي وليس قرار فردي. وكان من ضمن المعترضين على التحالف في بدايته مش معترضين كاسم وفد او ان احنا نخش، ان احنا كان لينا بعض الضمانات اللي لو اتحققت ما عندناش مشكله ان احنا نخش مع حزب الوفد. زي ايه؟ نمره واحد، حضرتك ان انت سياسيا ما ينفعش ان انا اخش التحالف زي بتاع الجبهه المصريه تمام؟ وقوم داخل تحالف تاني وقوم طالع منه. فلازم متاكدين تماما ان احنا ما نخش مع الوفد ان مش هيبقى في كوب تاني. لان خروجنا من تحالف الوفد هيضعفنا مش هيقوينا. ليبقى الحزب عندك مش مستقيم. فان احنا ما يكونش في استعجال. ده الاول. اثنين ان يكون في اليه، هل هو تحالف انتخابي ولا تحالف سياسي؟ ما بيننا وبين الوفد. ودي برضه كان من ضمن الحاجات يعني بالتنسيق على القايمه بس ولا التنسيق على القايمه والفرق. نمرة ثلاثة ان انا لن اعلن هذا التحالف رسميا الا مع فتح باب الترشيح. ليه؟ احنا ساعتها ما كناش عارفين الانتخابات امتى. في التوقيت ده ما كناش عارفين الانتخابات هتتم امتى. فدلوقتي اتحدد جدول زمن الانتخابات. فقلنا كل ما تقصر المده بعد اعلان التحالف كل ما تقل نسبه الخلاف في التحالف. كل ما بتزيد المده كل ما الخلافات بتزيد. فعشان كده الخلاف دوت اسم التحالف
كان اسم التحالف ان هو وكان احنا كنا عايزين اسم التحالف يبقى الوفد والمؤتمر. تمام الوفد وافق عليه. مصر الديمقراطية. لا مصر الديمقراطية. لا حزب التجمع وحزب التجمع وشوية مصر الديمقراطية. هو تجمع مصر الديمقراطية بتاع جواز علي. انما التجمع هو كان بيقول لك طب وليه وانا اسمي فين وانا اسمي فين وكلام زي كده. يعني ودي حاجات برضه شكليه مش يعني مش هو ده الجو. جوه الاساس انت الوقت واحنا ان يكون التحالف يعلن رسمي بعد فتحنا الترشيح يكون استقرينا على مرشحين الفادي وعلى مرشحين القايمه مع بعض. بعد كده هتفتح باب الترشيح تعلن الاسماء يعلن التحالف. قبل كده حضرتك هيبقى التحالف عرضه للانشقاق. تمام؟ يعني انا كحزب المؤتمر منتهى الخطوره ان انا اقوم داخل في تحالف واطلع تاني. انت لسه بتقول دلوقتي فلازم في ضمانه ان التحالف ده ايه؟ ضامن ان انا حقوقي محافظ عليها في التحالف وفي نفس الوقت ضامن ان التحالف ده هيبقى ايه؟ زي ما الوقت بيضيف لينا احنا بنضيف ليه برضه وبالذات في الصعيد يعني. تمام؟ فعشان كده احنا كان ليه تحفظات والوفد معظم التحفظات دي وافق عليها. فاعتقد ان هيعلن موضوع التحالف ده في القريب العاجل مع فتح باب الترشيح. الاسم يا فندم اللي تم استقراره الاسم هو الوفد والامل اعتقد. لا لا هو بس بص هو في ثلاث معايير في الموضوع بتاع التحالف مع الوفد. التحالف مع الوفد كان اجتماع مجلس رئاسه حزب المؤتمر واقر ثلاث معايير على فكره ضروري الموافقه على التحالف مع الاندماج او مش اندماج التحالف مع الوفد في تحالف جديد في حاله موقع تحالف سياسي ولا انتخابي. تحالف انتخابي قد يتطور الى تحالف سياسي. طيب. قد يتطور. والمعايير انما ما اقول لك ثلاث معايير اتفقنا عليهم او اقرهم مجلس رئاسه المؤتمر رقم واحد ان مش هنندمج تحت تحالف اسمه تحالف الوفد المصري مش ده تقليلا من الوفد المصري انما تكبيرا منكم انما لا يعني يعني تاكيدا على مساله ان احنا مش ينفع بنتكلم على تحالف وعمل وطني وعمل جبهوي ما ينفعش تحت اسم حزب واحد. فقلنا لو هم مصرين على الاسم اللي اسم الحزب يبقى تحالف الوفد المؤتمر. قلنا لو والافضل بقى للجميع ان هو يبقى تحالف باسم جديد يعبر عن لفته وطنيه لفته وطنيه مش مش لفته حزبيه. ده رقم واحد. رقم اثنين ان قلنا ان مفيش حاجه اسمها وثيقه الوفد ونروح نوقع عليها. الوثيقه اللي هي بتاعه الوفد قلنا لا يعني يبقى في وثيقه للتحالف الجديد فيها وثيقه الوفد وفيها ما يضيف تحالف في المؤتمر. الحاجه الثالثه مساله ان لا يتم التعجيل بالاعلان عن التحالف الا بعد التوافق الكامل على الاسماء المرشحين في القوائم الفنيه. هذه الثلاث حاجات اللي جاري النقاش حواليهم وجاري التوافق على الاسماء في المرشحين في على مقاعد الفردي واسماء القوائم. وحينما يتم الانتهاء من هذا التوافق على فكره على الاسماء ديت قد يعلن التحالف الجديد يعني تحت مسمى الوفد او الوفد ومؤتمر او اسم اخر جديد خالص يعني.